بدأت بمقر المجلس الأعلى للمرأة أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية، وذلك ضمن الأنشطة التي تقام بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية. كان الهدف من هذا اللقاء الذي تناول أحد أهم المواضيع التي يوليها المجلس الأعلى للمرأة كل المتابعة والاهتمام، وهو الإعلام، كونه محورا هاما في مفردات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية، وهو التعرف على تجارب الدول العربية واستراتيجيتها الإعلامية للخروج في نهاية المطاف بتوصيات من شأنها المساهمة في دعم توجهات أصحاب القرار باعتماد سياسات واضحة الرؤية لصورة المرأة العربية في الإعلام. الهدف طبعا دور الإعلام هنا أنه ليس فقط التسليط الضوء أو تكرار تلك المشاهد أو النماذج السلبية للمرأة بهدف فقط الربح مثلا أو سهولة الوصول إلى المشاهدين أو ما يطلبه المشاهدين كما يقال، وإنما محاولة تنويع وإبراز المظاهر المختلفة لتواجد المرأة في المجتمع ودورها ووصولها إلى تحقيق إنجازات ووصولها إلى المناصب القيادية وتمكينها في شتى المجالات. على الإعلام العربي دور كبير جدا لإبراز المرأة العربية في مختلف الأوطان والوطن العربي، إبراز طموحاتها، آمالها، الصورة اللي إحنا حابين أنها تكون يعني مستقبلا كشريكة وليست منافسة. هي المرأة ليست منافسة للرجل، هي شريكة في التنمية الاجتماعية بالوطن العربي وبالدول العربية كافة. إحنا طبعا نلقي الضوء من خلال هذه الورشة بنقاط، ولكن إحنا نحتاج إلى تكثيف يعني المؤسسات القائمة على شؤون المرأة، الجمعيات الاجتماعية التي هي لخدمة المجتمع، العاملين أيضا في وسائل الإعلام الخاص ولا العام، محتاجين إلى نوع يعني إعادة النظر في كيفية التعامل مع المرأة، المرأة العاملة في هذه المجالات، العاملة في مجال الفن، المرأة التي هي يعني تولى زمام الأمور في بعض المؤسسات الإعلامية كالصحافة وغيرها. قضية ليست يعني صغيرة الحجم لكنها كبيرة المغزى. الورشة تهدف أيضا إلى تصحيح ما تواجهه المرأة من تحديات ناجمة عن تكريس صورة نمطية عنها في أذهان المجتمع، لذا برز دور الإعلام اليوم في نقل المعلومة والصورة الصحيحة عن واقع المرأة العربية ودورها الرائد في كافة المجالات. أن المرأة تعي بنفسها دورها، فلا حاجة إلى أن يقوم رجل بإعطائها حقها، هي تستطيع أن تضع نفسها في المكان، أن تغير فكر، أن تغير وعي، أن تغير مسؤولية من ذاتها لذاتها واتجاه نفسها. نحن بحاجة إلى إعلام واقعي يبرز صورة المرأة المناضلة، صورة المرأة التي وصلت موقع صنع القرار، أيضا صورة المرأة المشرقة في ميادين العمل المختلفة منها الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. من أبرز التوصيات التي طالب بها الحضور هو وضع استراتيجية وخطة موحدة لوسائل الإعلام والاتصال تتعلق بالمرأة وقضاياها ودورها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتعزيز دور العاملات في وسائل الإعلام، بما في ذلك إشراكهن في تخطيط وصنع القرار بكل ما يتعلق بالبرامج الإعلامية المختلفة.